انت معك خبر انه انا وصغير ما كنت شايف شكله للريموت قبل ما صار عمري 12 سنة على القليلة. اوعك انت تجرب تمد ايدك على الريموت وبيك قاعد عم يحضر لعشان بتنق. صارت هلأ الريموت بايدك كل النهار وعليها شاشة، صرت عم تحضر على الريموت ولا؟ كنا نفكر انه اخرتها رح يختفي الريموت ونصير نحكي كلنا سوا عن بعيد مع التلفزيون. ايه لا، اختفى التلفزيون وصرنا كلنا قاعدين كل واحد لحاله عم يحكي مع الريموت ما غيره.